بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أصدقاء متابعي قناة تكفنسر. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وشرح جديد مفيد كالعادة إن شاء الله. إذا كنت من الزوار جدد للقناة رجاء لا تبخل من الاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله، وانضموا إلى أسرة تكفنسر. فيديو اليوم إن شاء الله سوف نقوم بحل مشكلة لا توجد إشارة في بعض الترددات إن شاء الله. إذا تظن أن الطبق ممتاز 100% بالنسبة للإشارة، ولكن في بعض الترددات ترى أن الإشارة غير موجودة، فهذا يعني أمر شائع في بعض الأجهزة. فقط في إعدادات القمر يمكنك تعديل ذلك، ويمكنك أن تسترجع الإشارة لذلك التردد. إذا أصدقائي سوف نريكم الطريقة في النايلسات. هناك بعض الترددات كتردد بين سبور غير شغال في النايلسات، وبعض القنوات شغالة إن شاء الله. سوف نريكم هذه الطريقة لتتفادوا ظهور الإشارة غير موجودة في بعض الترددات، فابقوا معنا. إذا أصدقائي على بركة الله، هذا قمر أنيلسات كما تلاحظون في إشارة قناة الرياضية المغربية، فإشارة ممتازة. ولكن عندما نذهب إلى قناة بين سبور الإخبارية نرى أن التردد أو الإشارة غير موجودة. أصدقائي الإشارة ضعيفة كما تلاحظون في الصورة، ولكن الطبق فهو ممتاز 100%، يعني إشارته ممتازة، وكذلك الكابل وكذلك أي شيء. ولكن المشكل يكمن في أن الإعدادات الهوائية فهي غير مضبوطة. فبعض الأحيان عندما أذهب عند أحد الأصدقاء لأقوم بتعديل أي طبقة أو أي شيء، أرى أن إعدادات الهوائية غير مضبوطة، فبهذه الطريقة لا يمكنك استقبال الأقمار وأي تردد إذا لم تكن هناك تعديل على الهوائي. كما سنلاحظ هنا أصدقائي كما تلاحظون، فيتبين لك أن كل شيء في الصورة يعني ممتاز، ولكن لاحظ هنا تردد الليمب كما تلاحظون، فهنا يكمن المشكل أصدقائي، هنا يكمن هذا المشكل. فإذا وضعت هذا الرمز 9750 على 10750 فبعض الترددات لن تشتغل، عليك وضعه في أنيفيرسيل يعني عالمي. هنا أصدقائي ضع عالمي في هذا المكان، أي قمر ضع فيه تردد الليمبي عالمي، فبهذه الطريقة يمكنك استرجاع الإشارة كما تلاحظون أصدقائي. المشكلة يكمن هنا فقط لا غير، في تردد الليمبي عليك وضعه على عالمي كما تلاحظون أصدقائي. إذن أصدقائي متابعينا أتمنى أن أفيدكم في شرح يوم أصدقائي، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقاء ليستفيد الجميع، والضغط على إعجاب إذا أعجبكم الفيديو. السلام عليكم.